فقرتنا الأخيرة من حمص، فقد أقيم محاضرة وتوقيع كتاب ألقاها الكاتب والباحث الدكتور ميخائيل عوض على مدرج الباسل في كلية الهندسة بعنوان سوريا صانعة النصر. النصر، تفاصيل بتقرير مراسلتنا شيرين العلي. برعاية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد عيسى، أقام مكتبا الإعداد والثقافة والإعلام والعمال الاقتصادي الفرعيين محاضرة ألقاها الكاتب والباحث الدكتور ميخائيل عوض على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بعنوان سوريا صانعة النصر. وبيّن عوض خلال المحاضرة أن النصر مراحل، وسوريا الآن في أول مراحله وهي الصمود والثبات. الذي يؤكد لنا حقيقة أن سوريا وهي تقاتل في حرب عالمية عظمى وتصنع نصرها باعتباره نصر الشعوب والأمم، لا تحتكر النصر. أيضا هي تفكر، أيضا هي تتعلم، أيضا هي تعلم، أيضا هي تستعد إلى حقبة النهوض ما بعد هذه الحرب وهذا الانتصار. لدينا ما نسعى إليه، انتصار كبير، أن ننهض بسوريا، أن تستعيد قيمتها ودورها التاريخي بصفتها قوة قائدة رائدة تنهض العرب وتنهض الإقليم. شرفنا أن نستضيف الصوت الوطني والقومي والعروبي الرائع والشامخ الأستاذ ميخائيل عوض. ونحن حقيقة حين نستضيفه فنستضيف يعني نستضيف الكلمة الحرة والموقف والنبل. ونحن نقول لقد كنتم معنا حين عز النصير، ولذلك نحن نكبر بهؤلاء الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبنا، ونحن نثق بالنصر، وثقتنا بالنصر يترجمها هؤلاء الشرفاء الإعلاميون العربيون القوميون كما يترجمها أبطال الجيش العربي السوري الباسل. وفي رد على مداخلات وتساؤلات الحضور عن أبرز المستجدات السياسية في المنطقة، بيّن عوض بأنه لم يعد لدى أعداء سوريا الأدوات أو الإمكانيات لتحقيق أي إنجاز على الأرض، فجيشها الذي قاتل وصمد على مدى 6 سنوات بات اليوم أكثر احترافا وقدرة، وهو يستعيد السيطرة على منطقة تلو الأخرى، وما يتم الحديث عنه هو مجرد محاولة لرفع معنويات الإرهابيين بعد خسائرهم المتتالية. تأتي هذه الفعالية هي في غاية الأهمية في هذه المرحلة بالذات، هي التي تشهد سوريا فيها حركة متسارعة باتجاه تحقيق الانتصار الناجز بشكل كامل إن شاء الله. والدكتور ميخائيل عوض هو من الشخصيات الكبيرة الإعلامية والباحثة الكبيرة جدا التي قدمت وما زالت تقدم الكثير مما أضاء على أسباب الأزمة في سوريا، أسباب الحرب الكونية على سوريا، ومما ألقى الضوء أيضا على مخاطر هذا التآمر الكبير على بلدنا الحبيب سوريا، وعلى مؤشرات الانتصار، وعلى عبقرية القيادة في سوريا وعلى رأسها السيد الرئيس في إدارة هذه الحرب. هلا كتير حلو انه نشوف كاتب هو من اصل سوري بس طول عمره عايش بلبنان، فهو سوري لبناني، انه نشر كتاب عن سوريا صانعة النصر، وهذا الكتاب رح يعود ريعه لذوي الشهداء. فقديه اسا عنا هاي القومية اللي حاولوا هنون يفرقوها، حاولوا يكسروا هاي القومية، فنحن وجدنا انه لا، هي ساتة متواجدة، هو حدا كتير قومي عم يحكي باسم العرب كلهم كشعوب مو كحكام وانظمة، انه يروح ريعه لذوي الشهداء بمحافظة حمص. فكتير شيء انه عطانا دفع انه نحن معناتها لسه في قومية بالوطن العربي. تلا المحاضرة حفل توقيع للدكتور عوض لكتابه سوريا صناعة النصر والذي يعود ريعه لذوي الشهداء. ولأن الدكتور عوض أحد الأصوات الصارخة في وجه الظلم وهو من الأبناء الذين ينبضون عربة، فهو السوري اللبناني كونه يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية. قام الدكتور أحمد مفيد صبح رئيس جامعة البعث والدكتور محمد عيسى أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي بتقديم درع تكريمي للدكتور عوض، وهو بمثابة عربون محبة وتقدير وشكر على مبادرته في تقديم ريع الكتاب لهيئة دعم أسر الشهداء في محافظة حمص.
من مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.